ونبقى في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتحقيق التحول الرقمي في المملكة، حيث أطلقت إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية خدمة إصدار شهادة التوظيف الحكومي للوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وذلك تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لتحقيق التحول الإلكتروني لكافة الخدمات. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف النقيب مريم إبراهيم الدوسري، ضابط بإدارة المعلومات الجنائية. مرحبا بك سيدة مريم في نشرة الثالثة، ولو تحدثينا أكثر حول خدمة إصدار شهادة التوظيف الحكومية الإلكترونية والغرض منها. يا هلا ومرحبا أخوي، مشكورين على الاستضافة. في بداية حديثي أحب أولا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سيدي الفريق أول ركم معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه الكبير لنا في أداء مهمتنا على أكمل وجه، فهو لا يبخل علينا بأي دعم أو توجيه من أجل تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور توفيرا للوقت والجهد سواء للمستفيد من الخدمة أو الموظف. وكذلك الشكر موصول إلى سيدي سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وكذلك لسيدي سعادة مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. وطبعا بالنسبة للسؤال، فإن إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تسعى لتقديم كافة خدماتها بشكل رقمي حتى تتماشى مع الخطة الاستراتيجية التي تهدف من خلالها إلى تحقيق رؤية سيدي معالي وزير الداخلية بالتحول الإلكتروني بكافة الخدمات التي توفرها، وهو ما سيؤدي إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة وبالتالي رفع مستوى الإنتاجية. وبالنسبة لخدمة إصدار شهادة التوظيف، فهي تقدم للمواطن والمقيم الراغب بالتوظيف في إحدى وزارات المملكة والمؤسسات الحكومية، بحيث يمكن لمقدم الطلب الدخول عبر بوابة الحكومة الإلكترونية واختيار الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وبعد ذلك اختيار شهادة حسن السيرة، ومن ثم الغرض من إصدار الشهادة هو العمل لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية مع إرفاق كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لإنجاز هذه الخدمة، وهي عبارة عن نسخة من جواز سفر ساري المفعول وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء أو رصاصية وفقا للمعايير الحديثة لبطاقة الهوية، ورسالة توظيف من الوزارة أو المؤسسات الحكومية الراغبة في توظيف مقدم الطلب مع ملء الحقول المطلوبة في الموقع، الأمر الذي يقتصر من الوقت من حضور المراجع إلى المركز لتقديم الطلب إلى 5 دقائق. نعم. وفي الختام تدعو إدارة المعلومات الجنائية كافة المستفيدين من خدماتها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد وسرعة الإنجاز. نعم سيادة النقيب مريم إبراهيم الدوسري، ضابط بإدارة المعلومات الجنائية، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا لك على هذه المداخلة.